ودلوقتي هعرض لكم تشكيل الإعلامي إبراهيم فايق وهو بيختار التشكيل الأمثل من وجهة نظره في فانتازي الدوري المصري. كابتن إبراهيم، عايزك تختار لنا تشكيلك لفانتازي الدوري المصري على في الجول. اتنين حراس، شناوي وصبحي، خمسة مدافعين، هاخد معلول ناحية الشمال وهشام صلاح ناحية اليمين، وهاخد ثلاث مدافعين ممكن بمختلفين شوية عن الأسماء اللي الناس بتفكر فيها، بس الفانتازي ليها طريقة معينة عشان تجميع النقاط. يعني هاخد محمد فتح الله كماتشو بتاع غزل المحلة، هاخد مودي من فاركو، وهاخد أسامة جلال من بيراميدز. حلو. خمسة بقى بخط النص، هاخد أفشا وزيزو وبن شرقي ومهند لاشين ومصطفى شلبي، وثلاثة مهاجمين، أحمد عاطف، شادي حسين، عاطف فيوتشر، شادي حسين سيراميكا كليوباترا، وجون ايبوكا امبي. ده تشكيل جامد جدا، مش عارف اذا كان مقنع بالنسبه للناس ولا لا، بس هو على الاقل ده بالنسبه لي في الفانتزي ممكن يحقق لي يعني اللي انا عايزه. نعم، في اسماء كتير انا نفسي فيها الحقيقه، بس خد بالكم يا جماعه ده محدد بارقام، انا يعني لو عندي هختار ارقام تانية، بس انا يعني شايف كده، مش عارف اذا كان ده يعني مقنع بالنسبه للناس ولا لا، بس انا شايف كده يعني.